حضر سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية عرضة منطقة الزلاج التي أقامتها المحافظة بحضور عدد من أعيان وأهالي منطقة الزلاج في إطار احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية. وقد ألقى الشاعر محسن الحمري قصيدة وطنية بهذه المناسبة، كما تم عرض فيلم خاص عن منطقة الزلاج وما تزخر به من تاريخ عريق لأهلها وقاطنيها. وشارك أهالي الزلاج في أداء العرضة تقديرا واعتزازا بهذه المناسبة الوطنية، مؤكدين أن العرضة البحرينية أحد أبرز وأهم الصور التاريخية الرئيسية لتراث المحافظة الجنوبية في مثل هذه المناسبات والمواقف التي تعكس القيم الأصيلة لأهل المحافظة منذ قديم الأزل.